اسعد الله مساءكم اعزائي المشاهدين، نحن اليوم متواجدون في منتدى شباب الصويرة، ابقوا معنا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كابتن، عرفنا على حضرتك. كابتن كرار سيني منزال، حاصل على حزام الأسود 2 دان من كوريا الجنوبية، وعندي 1 دان من منظمة ATF الدولية الروسية. تدري احنا بين محاضرين مجانيين، عقدي أنا يوم 17/2/2021 ولحد الآن مستمرين بالتمارين. احنا أيامنا فردية يوم السبت والاثنين والأربعاء، وتدري يعني قاعد اشوف تبعينك، اولا لا تجهيزات تليق بهيج قاعه ويمك بعد انت كابتن. عندكم دورات؟ والله بطولات هي قاعد تحصل، موجوده بعد شهر 1 بطوله الجمهوريه، وعندك بطوله السفير الكوري، هاي كل سنه قاعد تصير، هاي الموجودات هسه حاليا. زين كابتن، شنو مناشدتك لوزاره الرياضه؟ والله حتى شو شوف يعني، اولا تجهيزات، احنا ما نطق التجهيزات بين، وش شوف القاعه اولا لا تبريد بها لا هذا. والمناشده الثانيه بان هم نريد حق من حق اي موظف هنا بان هم يريد له تعيين، وتدري انت هم برقبتك عائله هم يعني هواي امور اخرى. شكرا كابتن. السلام عليكم كابتن. حبيبي كابتن، اهلا وسهلا. كابتن عرفنا على حضرتك. امير عبد علي عرايبي، احد موظفين منتدى شباب الصويره. كابتن انطينا فكره عن هذا المعسكر الرياضي. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، احنا نرحب بكم بمنتدى شباب الصويره. قمنا هاي المدرسه الكرويه تحت اشراف الكابتن محمد حسن زعيل، وتحت اشراف المنتدى وفريق المنتدى. هذه الفكره تطويريه نطور بها المواهب، من خلالها يتم الكشف في منتدى شباب الصويره نطوره، وبعد هو من يكبر يختار اي فريق يروح يمارس او يلعب وياه يروح يلعب وياه. زين كابتن، الاعمار هنا متفاوته. الاعمار هنا متفاوته، هسه مثلا هنا عندي من 2009 فما فوق، وهنا من 2009 فما دون. ناخذهم اول شيء محاضرات ثقافيه، محاضرات توعيه، بعدين محاضرات رياضيه. زين كابتن، يعني حتى متابعه اني عرفت انه مو بس رياضه، متابعه قاعد تتابعونه. متابعه شخصيه عن طريق المتابعه الدراسيه والمتابعه ويا الاهل. شكرا كابتن. السلام عليكم. علي نبلش من جديد. السلام عليكم كابتن. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كابتن عرفنا على حضرتك. الاسم الكابتن جعفر حسن ابراهيم، مدرب الفئات العمريه. كابتن انطينا فكره عن هذا المعسكر الرياضي. هذا المعسكر الرياضي يتكون من الكوابتن والمنتمين للمنتدى شباب الصويره، وهي فئات عمريه، وهدفنا الاول والاساسي تنميه اللاعب كرويا وثقافيا. كابتن الاعمار هنا متفاوته؟ نعم، هنا عندي انا يعني عندك هاي فئه، عندنا هاي الفئه 2009 و2010 و11، وهاي الفئه تبدي 11 و12 و13، يعني فئات احنا فاصلين الفئات، هاي فئه وهاي فئه. زين كابتن، هنا متابعتكم تكون متابعه دراسيه و دراسيه، احنا بالهدف الاساس وبالدرجه الاولى ناكد على دراسه المنتمي، الدراسه اللي هي بلا نقول لهم كره القدم هوايه، احنا هدفنا هذا اللاعب او هذا الطفل حتى ما يظل بالجزرات وبالشيء، يجي هنا نحصره بمؤسسه رياضيه، مؤسسه تعتني بالطفل او المنتمي كرويا وثقافيا، وحتى جاي ناخذهم محاضرات والاساتذه جو ياخذوهم، وكادر مشكور جاي ياخذهم محاضرات على التغذيه وعلى الفيتامينات وعلى كل شيء، كل شيء يتعلق بالانسان وبالطفل الواعي هو جاي ياخذه بهذا المنتدى. شكرا كابتن. اعزائي المشاهدين، انتهت جولتنا لهذا اليوم من منتدى شباب الصويره، تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل من اذاعه وتلفزيون الصويره، اخوكم يوسف المجروزي، الى اللقاء.